الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف هنا ابن أبي حاتم: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الثوري وشريك عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال: ورواه أيضا عيسى بن يونس وأبو معاوية الضرير أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن الحكم يعني ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه زائدة ورواه زائدة عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لهما: فأي هذا الصحيح؟ قال أبي: الصحيح من حديث الأعمش. هنا الأعمش معناه مختلف عليه، مختلف عليه. قال: الصحيح من حديث الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال، يعني هذا الذي يرويه شريك والثوري، بلا كعب، بلا كعب، لأن هنا في كعب. قلت لأبي: فمن غير حديث الأعمش. هنا إسناد آخر لم نكتبه. الآن السؤال مرة أخرى. قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الثوري وشريك، سفيان الثوري وشريك، عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال مباشرة. وهناك من يرويه عن الأعمش لكن أدخل، وهم ثلاثة: عيسى بن يونس وأبو معاوية بن نمير. قال: ورواه أيضا عيسى بن يونس وأبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، يعني أدخلوا بين ابن أبي ليلى وبين بلال من؟ كعب بن عجرة. قلت لهما: فأي هذا الصحيح؟ هو السؤال عن من؟ عن حديث الأعمش. قال أبي: الصحيح من حديث الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال. حط هنا شيخ. قلت لأبي: فمن غير حديث الأعمش، يعني الآن هذا حديث الأعمش، هنا ثلاثة. طبعا هذا لا أدري ورد في السؤال، نعم، الطريق الثالث كأنهم لم يبالوه. قال: من غير حديث الأعمش. قال: من غير حديث الأعمش الصحيح هذا. قال: الصحيح ما يقول شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة أيضا عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. وقال أبي: الثوري وشعبة أحفظهم. فين شعبة؟ هذا شعبة، وشعبة يروي عن من؟ وأين الثوري؟ هذا الثوري يروي عن الأعمش. فهؤلاء أحفظ الناس، فمثلا هؤلاء غلب جانب الثوري عليهم، ويساعده من؟ شعبة، وهم أحفظ الناس، وقد اتفقوا على رواية الحديث عن الحكم بدون كعب، أحدهما عن الأعمش مخالفا لأصحاب الأعمش، والآخر عن الحكم مباشرة. ماشي؟ طيب. قلت لأبي: فإن ليث بن أبي سليم يحدث فيضطرب. هذا الحديث هذه طرق كثيرة ما أوردناها لكن ليست مهمة جدا. ماذا يقول؟ قال: يحدث عنه يحيى بن يعلى عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب. يحدث عن من؟ عن ليث. قال: ورواه معتمر. شوف، قال يحدث، قال: قلت لأبي: فإن ليث بن أبي سليم يحدث فيضطرب، فيحدث عنه يحيى بن يعلى عن الحكم مباشرة، ليث عن الحكم، عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال. وزاد هنا عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
ماشي في زيادة عن ليث. قال ورواه معتمر عن ليث عن الحكم وحبيب ابن أبي ثابت عن شريح ابن هانة عن بلال. هنا جاء بشيء آخر مختلف. وقال أبو زرعة الصحيح حديث الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال. قال أبي وأبو زرعة الآن أبو حاتم ماذا يقول؟ الصحيح وين؟ ما رواه شعبة والثوري. وأبو زرعة شو يقول؟ الأعمش عن الحكم عن طريق كعب. نعم طيب هذا كلام أبو زرعة. قال الصحيح حديث الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال. بالنسبة للرواية دي هذه لا قصدي حتى بالنسبه للروايه لا اصح الروايات. قال ابي وابو زرعه ليث لا يشتغل به، يعني ليث عنده تخليط لا يشتغل به. في حديثه مثل ذا كثير او مثل ذي كثير، هو مضطرب الحديث. قلت لابي زرعه اليس شعبه، طبعا ابو زرعه رجح ماذا؟ خليك معي شيخنا ابو زرعه رجح ماذا؟ هذا الطريق. فقال له ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة أليس شعبة وأبان وزيد بن أبي أنيسة يقولون عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب؟ قال أبو زرعة الأعمش حافظ، الأعمش حافظ، وأبو معاوية ويونس عيسى بن يونس وابن نمير وهؤلاء قد حفظوا عنه، يعني هو حافظ وهؤلاء حفاظ وحفظوا عنه، إذن عندنا زيادة ثقة ولا لا على هؤلاء؟ كان يرى أنها زيادة مقبولة. وشعبة يقول عن قتادة عن النضر، وين هذا؟ لا هذا حديث 13. قال الأعمش حاولنا ومن غير حديث الأعمش، يعني وين غير حديث الأعمش؟ هذا قال لا يشتغل به، يقصد هنا من غير حديث الأعمش. قال ومن غير حديث الأعمش الصحيح عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. ورواه منصور وشعبة وزيد بن أبي أنيس وغير واحد، يعني هنا معهم منصور، نضع هنا أيضا منصور، معهم أيضا منصور وغير واحد، معناه هناك جماعة. طيب قال ورواه منصور وشعبة وزيد بن أبي وغير واحد، إنما قلت من حديث الأعمش. هنا كأنه تردد، يعني في البداية رجح حديث الأعمش ولا أنا هنا يقول إنما قلت من حديث الأعمش، يعني الصواب من حديث الأعمش ما رواه هؤلاء لا ما رواه الثوري والشريف. طيب انتهينا من كلام ابن أبي حاتم وكلام أبي زرعة، الآن نبدأ نحن في التحليل. طيب الآن أنتم ترون هذه الروايات، ليث بن أبي سليم قالوا لا يشتغل به ولا لا؟ ننسى رواية الرواية الأخرى تلك ما عرجوا عليها، لماذا؟ أكيد فيها خلل، فيها خلل ما لأنه هناك إسقاط للحكم وهناك البراء أيضا في الإسناد. أيوة. ولا لا؟ بس زائدة معه شخص آخر، في إذا خرجتم الحديث تجد أن زائدة معه شخص آخر، فقد يكون عند ابن أبي ليلى أكثر من سند. ليش ما عرفوا على الرواية؟ نعم ما ردوا عليه ما تكلموا، كأنها يعني مردودة، لأن الأعمش هنا روى عنه جماعات، ثوري والشريك وعيسى وابو معاوية وابن نمير كلهم يجعلونه من مسند من ابن من الحكم عن الحكم، فإسقاط الحكم هنا دليل على أن زائدة هذا لم يضبط الرواية مع أنه من الثقات الكبار. طيب أنت كطالب علم ايش تحتاج هنا؟ كيف ستقارن او ماذا يترتب على هذه المقارنة؟ اولا الخلاف هنا لابد نحدد مكان الخلاف، الخلاف على من؟ ابن ابي ليلى. وانت الخلاف على من؟ لا الخلاف على ابن أبي ليلى، لكن أنا قصدي الخلاف على ابن أبي ليلى، لكن الخلاف كعب بن عجرة ذكره. الخلاف على ابن أبي ليلى ممن؟ ذكر كعب. لو كان الخلاف على ابن أبي ليلى ماذا سيقولون؟ سيقولون والله رواية الحكم أحسن من رواية حبيب، لكنهم إيش قالوا؟
قالوا رواية الأعمش أصح، وبعضهم قال من غير رواية الأعمش. فالخلاف على من؟ على الحكم. يجمعهم كلهم من؟ هذا هو المدار الحديث. واضح؟ كيف وصل لنا الحكم الحديث كيف؟ شوف يا سيدي، الحكم هنا والحكم هنا والحكم هنا، دع ذاك، ذاك أسقط الحكم فلذلك لم يعرجوا عليه. إذن كل هؤلاء قاعدين يتكلمون عن رواية من؟ هل الحكم قال كذا أو قال كذا أو قال كذا؟ ما الذي قاله الحكم؟ لابد أولا تعين موطن الخلاف، مدار الحديث، سمى المدار. واضح؟ طيب عينا مدار الحديث، هناك ناس مختلفين على الحكم، طيب وهناك ناس مختلفين على شخص آخر، من هم؟ هناك موضع آخر للخلاف، لازم أخبركم تحت شوي، نزلوا ها. أحسنت. في ناس يحشرون الأعمش مع هؤلاء، وفي ناس لا، جعل الأعمش له رواية مختلفة. إذن عندنا خلافين، خلاف على الأعمش وخلاف على من؟ طيب بأيهما نبدأ؟ أنت طالب علم، إذا بدأت بالحكم سيعترضك هذا، أنت تريد أن ترجح بهذا، هل هو مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فتحتاج إلى من؟ إلى تنتهي من الأعمش ولا لا؟ يعني ترجح في رواية الأعمش أي الروايتين أصح، ثم إذا استقر أمرك على الأعمش تنتقل إلى من فوق الأعمش. وضحت المسألة؟ طيب عشان أنا أرجح الأعمش، طبعا الفرق بين الروايتين هنا، ليش ما يقول واحد خلاص نجمع بين الروايتين ونجعل لها كلها صحيح، كلهم ثقات ولا لا؟ كعب بن عجرة صحابي، لكن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا ما اسمه؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا تابعي، تابعي. هل أيوة في هذه الرواية، نحن الآن أنا لا أدري، ربما يكون هو لم يسمع من بلال أصلا، بينه وبين بلال انقطاع، فإذا رجحنا هذه الرواية ماذا ستكون الرواية؟ ضعيفة، صح ولا لا؟ وإذا رجحنا هذه الرواية ستكون متصلة، إذا عرفنا أنه أيضا سمع من كعب وكعب صحابي. إذن عندنا أشياء نحتاجها اليوم، نحتاج أن نعرف هذا الرجل ما خبره، كيف روايته، هل يروي عن بلال، هل هو كبير أدرك بلال ما أدرك، وكيف روايته عن كعب بن عجرة، وكيف ثقته هو. ثم يعني هذا من المتطلبات اليوم اللي نبغيكم تطلعونها إن شاء الله. والحكم بن عتيبة عليه خلاف، وبالتالي عشان نعرف شخص عليه خلاف لابد أن نعرف الرواة عنه، ما حالهم في روايته ولا لا، أيهم أوثق فيه. وهذا أيضا عليه خلاف، فلا بد أن نعرف أصحابه الذين رووا عنه ما حالهم فيه. بعد أن نعرف هذا كله أيضا نعرف ابن أبي ليلى، هل رواية عن هذا الرجل أو عن هذا الرجل أو عن هذا الرجل، هل هي رواية كثيرة جادة ولا مش جادة؟ ليش أقول هذا الكلام؟ لأن هؤلاء الذين لم يذكروه قد يكون من ذكره سلك جادة، نقول زاد الزيادة من الثقة مقبولة، لكن أحيانا تكون الزيادة وانت رايح على نفس الطريق اللي دائما تسلكه كل يوم فيكون خطأ. كل هذا نحتاج أن نعرف. الآن نحن إذا أردنا أن نتكلم عن رواية الأعمش، من يرجح، ما المرجح لهذه الرواية وما المرجح لهذه الرواية عن الأعمش؟ إذا أردنا أن نذكر الترجيحات، وأيضا فلنرجع إلى هذه الرواية، أيضا عندنا شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج إمام ثقة ولا لا؟ طيب وأبان أيضا ثقة،
العطار، زيد بن أبي نويس ثقة، منصور بن معتمر ثقة، كل هؤلاء ثقات. فهؤلاء يروون عن الحكم، فلنفترض جدلا أن الأعمش روى عن الحكم بهذا الطريق، يعني نلغي هذه الرواية عن الأعمش، ماشي؟ فأي الروايتين هي الأرجح، بكعب أو بدون كعب؟ إحنا هل تريد نرجح هذه الأول بين الأعمش فيما بينه؟ ولا بل يكون مثلا رواية الثوري لأنه نقال بإسقاط كعب، لأنه الثوري كان نقال. طيب، من طريق الأعمش أي الروايتين عن الأعمش أرجح، هذه أم هذه؟ ولا تنسوا هذه، ولا تنسوا هذه ولا هذه. الآن الأعمش يروي عنه أبو معاوية، وأبو معاوية من المتقنين أو لا؟ وافقه كم؟ اثنان، وكلهم ثقة. فهذا يدلنا على أن الأعمش ذكر كعب ولا لا؟ ذكره، ذكره، فقال عن كعب بن عجرة، بدليل ماذا؟ جبل عنه هنا، وساعده ثقتان أيضا كبيران. لكن قرأنا في كلامه عن 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 أبي معاوية عن الأعمش، أصحاب الأعمش، أنه كان يمليها عليهم يحدث، وأنه كان يملي أحيانا على تلاميذ، فقد يكون هذا مما أملاه عليهم فأخطأ فيه ولا لا؟ لأن هؤلاء ثقات، صح، فقد يكونون حاضرين نفس المجلس، وبعدما سمعه يملي عليهم فأخذه على الخطأ وأخطأ هنا، لأنه هناك حديث لعبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ولا لا؟ وجدنا في تحفة الأشراف أن هناك مجموعة حديث، ربما سبعة أو أقل. فهنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، هذا يعتبر شيئا يشبه الجادة، لأن رواية ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة مشهورة جدا وتطلب من المحدثين ولو كانت رواية واحدة. فهنا نقدر نقول المرجحات، مرجحات رواية الأعمش، طبعا هذه الرواية تعرفون في مسلم، هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم. المسلم لو كان عاوز يعني يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يسلك الرواية واحدة. كيف؟ أنا قصدي إن هو يعني كونه نزل هذا من القرائن. طيب، لكن هذه القرينة يقول صاحبنا أن من القرائن على صحة رواية الأعمش النزول، هنا نزول، يعني كم عدد الرواة عن بعد الأعمش؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رباعي للأعمش، فهذا نزول. النزول يرجح حديث الأعمش، لا لا لا، أخذ الإمام مسلم ليس مرجحا، يرجح كعب. نزول الصحابي يؤثر، لكن خلني أستشكل على هذه، هل هنا استشكال على هذا؟ هل يمكن أحد منكم أن يستشكل؟ كونه صحابي نزول يؤثر؟ لا يؤثر، يؤثر، ليس جهالة. يرجح بالنزول لأن الناس يحبون العلو، فلما يترك العلو ويذهب إلى النزول معناه أنه أتقن ولا يريد النزول، معناه أنه زاد رجلا. لكن هذا عليه مشكلة يا شيخنا، مشكلة عويصة جدا وكبيرة، وتلغي هذا المرجح، وهو هل ابن أبي ليلى سمع بلال أو لا؟ الآن ما دام إن هنا أو أثبت واسطة وهنا أثبت واسطة، هنا يشككنا في أنه سمع منه ولا لا، لابد نبحث عن السمع حتى نعرف هل قرينتك هذه صحيحة ولا لا. نعرف إن كان هناك انقطاع فهذه القرينة غير صحيحة، لأن القطع هو الذي ينفر منه الناس، صح ولا لا؟ طيب، كيف نعرف هل سمع؟ نأتي إلى كتاب المراسيل، ألف في المراسيل ابن أبي حاتم، ولا أدري هل هو موجود عندنا هنا، لكنه ضمنه كتابه الآخر العلائي في جامع التحصيل. فوائد، قال ابن أبي حاتم ذكر قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وسئل هل سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من بلال؟
قال كان بلال خرج إلى الشام في خلافة عمر قديما، فإن كان رآه كان صغيرا، فإنه ولد في بعض خلافة عمر. يعني في شك، مش أكيد، لا هو لا يمكن نقول مرسل ولا يمكن أن نقول متصل، وضحت؟ فمسألة النزول هذه فيها ملاحظة، لأن هذا ما عندنا تأكيد على أنه سمع، هو للإرسال الأقرب. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه السفني، هنا جاب لنا النسختنا اللي قرأناها، هذه الفوائد. لحظة، عندنا كلام آخر لعمار بن الشهيد، وأظن أوردها في التحقيق. شوف، قال أبو الفضل بن عمار الشهيد، وهذا حديث قد اختلف فيه على الأعمش، فرواه أبو معاوية، استمعوا، فرواه أبو معاوية وعيسى بن يونس وابن فضيل، مش موجود هنا ابن فضيل، وجماعة، وعلي بن مسهر، ابن فضيل وابن نمير وعلي بن مسهر ومن بعد، وجماعة هكذا، يعني في جماعة رواه هكذا عن الأعمش، جماعة كثيرين غير هؤلاء. طيب، ورواه زائدة وعمار بن زريق، وزد عليهم حفص بن غياث ما ذكره هنا، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلاء، عن براء، عن بلال، وزائدة ثقة متقن. طيب، ورواه سفيان الثوري عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، لم يذكر بينهما لا كعبا ولا البراء، وروايته أثبت الروايات. هذا من ابن الشهيد، وقد رواه عن الحكم غير الأعمش أيضا، شعبة ومنصور بن المعتمر وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة وجماعة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال كما رواه الثوري عن الأعمش. وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غيره، وابن أبي ليلى لم يلق بلالا، هذا جزم بأنه لم يلقه، لم يلق بلالا. وضحت المسألة؟ ليش هو مركزين على الثوري؟ لأنهم حابين رواية الأعمش، غريبة هي، مع أن شعبة موجود هنا. ولأن المشكلة هنا، لو صحت هذه خلاص فقالوا الثوري، لأن الأعمش مختلف فيه، والرواية هذه هي الصحيحة اللي في مسلم. طبعا ابن عمار الشهيد ينتقد على مسلم، عنده كتاب هو في طبقة مسلم، قديم ومن أصحاب العلل، كتاب صغير، علل الأحاديث مسلم، أورد فيها 36 حديث تقريبا. الخلاصة، نحن الآن فهمنا الآن، الله يسلمكم، أن هذه القرينة ليست جيدة، وضحت؟ طيب، ما الذي يرجح لنا رواية الأعمش؟ عندنا مختلف عليه ولا لا؟ كم اختلاف على الأعمش؟ 3 اختلافات، خلاف بدون ذكر كعب، وخلاف فيه ذكر كعب، وناس يذكرون بدل كعب البراء، وهؤلاء جماعة ولا لا؟ عمار بن زريق معهم، ومعهم واحد آخر، وهؤلاء جماعة، وهؤلاء الثوري. خلوكم معي، إذا أردنا أن نتكلم بتجرد فنقول الأعمش هنا اختلف عليه اختلافا قويا، والاختلاف من الأعمش نفسه. الأعمش عندها أحاديث لابن أبي ليلى عن البراء، وعندها أحاديث لابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، والدليل على أن الأعمش هو الذي وهم هنا أنه رواه ثقات جبال عنه، ومنهم أبو معاوية فقالوا عن كعب، ورواه جبال هنا فقالوا عن البراء، مما يدل على أن الأعمش هو الذي مرة قال البراء ومرة قال الكعب، وهذا يدلنا على أنه لم يحفظ جيدا، لكنه رده إلى الجادة هذا الرجل لما روى له الحديث، قال لا، ليس فيه لا كعب ولا براء. ويؤيد رواية الثوري هذه
الجماعات الذين يرون على الحكم، لأننا لو قلنا أن الصواب عن الأعمش هذه، لو قلنا، فمن المقدم، الجماعة أو الواحد المنفرد؟ الجماعة. فنحن نصوب رواية الأعمش من طريق الثوري، نقول الأعمش هنا رده الثوري، لأن الثوري كان يصلح رواياته أحيانا. وضحت المسألة؟ هذا الحديث بهذه الطريقة أصبح متضحا جليا أن الرواية الصواب هنا وأنها منقطعة ليست صحيحة. الرواية دي شيخنا ما تشكل، ما تشكل لسبب، لأن احنا قلنا أن الثوري أثبت الناس وإن خلف أبو معاوية. نعم. والشيء الثاني الذي يضعف رواية الأعمش هنا ويقوي هذه الرواية أن الأعمش اختلف عليه، والخلاف ليس ممن اختلفوا، وإنما الخلاف من الأعمش. لا يمكن ثلاثة أربعة أشخاص يقولون عن الأعمش كلامه وما قاله، ولا لا؟ فهو قال هذا وقال هذا، هذا الوهم من الأعمش. فبالتالي هذه الرواية هي الصواب، والقرائن المرجحة لها واحد رواية الجماعة، اثنين أن الأعمش قد اختلف عليه خلافا قويا، والخلاف من أن الخلافة من الأعمش، مما يدل على أنه لم يضبط الرواية. وضحت؟ طيب، لو أراد، هذه أهم قرينتين في هذه المسألة، والثالثة أن الرواية بدون الواسطة منقطعة، والانقطاع ينفر منه الناس، ولو كانت الرواية متصلة لما رواها هؤلاء الجبال منقطعة. وضحت المسألة؟ وضحت شيء؟ عندنا ثلاث قرائن مهمة، أن الرواية الصواب هي المنقطعة، لأن الانقطاع شيء يفر منه المحدثين، ولذلك المحدث لما يروي رواية فيها انقطاع الناس ما يأخذونها منه، وهو يريد أن ينفق سوقه، ولا لا؟ يحب أن الناس يجون كما أنا أحب أنكم تأتون. فإذا رووا الرواية المنقطعة الناس ما يحبونها، ما يحبون يسمعونها. صحيح؟ كلام صحيح؟ انتقد على مسلم؟ هذا ممن انتقد على مسلم، ونحن الآن نحلل المسألة، لكن سأرضيك بشيء. فلنتجاهل هذا الميل من أنفسنا ونحاول أن نميل مع مسلم. ماشي؟ ما المرجحات؟ المرجحات أن الأعمش كان معه حتى لو كان ضعف يزيد. يا سلام عليك، هنا ليث في رواية من رواياته وافق الأعمش بكعب، لكن ممكن نقول أن ليث لا يشتغل به، وابن أبي ليلى يروي عن كعب، فهو ظن أنه عن كعب مش ويزيد مثله. يعني وجود هذه كعب أصلا جادة، والبراء جادة، فالأعمش مرة ذهب مع الجادة هنا ومرة هنا، وهؤلاء أيضا ذهبوا مع جادة ابن أبي ليلى لأنهم ضعاف. هو يعرف أن فيه واسطة، أو في ذهنه أن ابن أبي ليلى لم يرى بلالا، فماذا يضع؟ يتذكر أن ابن أبي ليلى يروي عن كعب، حط كعب أو حط البراء. واضح؟ لكنها مرجح، فيها شيء من الترجيح. شيخ مش قابل الأعمش مش هامل كده مع ثلاث شعب معيش؟ يعني ممكن مثلا لو كان واحد أبو معاوية كنا قلنا ماشي، إما عيسى بن يونس. لا، الأعمش قال، الأعمش قال كعب قطعا، هو قال، لكن هل قالها على سبيل التوهم؟ قد يكون أخطأ. ليش يخطئ؟ لما يخطئون والأعمش إمام. ما طبعا، بس قصدي أنه وجود حتى اثنين ضعاف معايا تقوي الرواية، لكن هناك مسوغ لوجودهم. لو لم يكن هناك مسوغ، نعم صح، لكن المسوغ ما هو؟ أن رواية ابن أبي ليلى عن كعب موجودة، يعني كثيرة، فهي جادة، يمكن أن يخطئ فيها الضعيف. إذا كان الثقة يخطئ في الجادة، ما بالك بالضعيف؟ لكن خلحن معك عشان يعني نقول لمسلم أن رواية مسلم صحيحة، وعمر بن الشهيد هو اللي أخطأ، والدارقطني أيضا أخطأ، لأن كلهم رجحوا الانقطاع. وابن أبي حاتم أيضا رجح الانقطاع، لكن مع مسلم أبو زرعة. أبو زرعة صح، تمام. أبو زرعة لكنه متذبذب في نهاية كلامه، قال إنما أقول من حديث الأعمش.
يعني من حديث الأعمش الصواب كعب. في نهاية كلام لو قرأتم كلامه اقرأ كلامه. ولذلك إنما قلت لك من حديث الأعمش في مقابل من هو في البداية قال أن الصواب حديث الأعمش، فقال له ابن أبي حاتم شعبة وأبان ويزيد بن أبي أنيس يروون عن الحكم كذا كذا كذا، فقال الأعمش حافظ وهؤلاء حفظوا عنه، فكأنه يرجح رواية الأعمش. ثم في النهاية مال، يعني هو كأنه متردد. ولا تنسوا أن الإمام مسلم عرض كتابه على أبي زرعة، وهذا كان في كتابه، مما يدل على أن أبا زرعة يميل مع رواية الأعمش. قال أبو زرعة حديث الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بليل، وده أبو زرعة. وفي الأخير وقال أبي وأبي زرعة ليس لا يشتغل به. لا آخر شيء، آخر السؤال قبل 13. قال أبو زرعة الأعمش حافظ وأبو أبو معين ورواه منصور شعبه غير من إنما قلت من حديث الأعمش. هنا كأنه تراجع لما دقق عليه التلميذ، أي هو يعرف أنه شعبه لكنه مايل مع الأعمش وليس جازما. فالمسألة متذبذبة عند أبي زرعة، لكنه لما رأى مسلم عرض عليه كتابك ما أنكر ذلك، مما يدل على أنه يميل معها أحيانا. طيب لو أردنا أن نميل معها أحيانا ما المرجحات؟ نقول أولا الأعمش حافظ، لكن هذا الحافظ بدت عليه مخايل عدم الحفظ هنا، لأنه رواه مرة هنا على شكل آخر ولا لا؟ مش هو رواه هنا عن البراء؟ طيب هو حافظ. اثنين، أن ابن أبي ليلى لم يلقى بلالا فلا بد من واسطة ولا لا؟ فلا بد من واسطة. إذا ما هي الواسطة؟ أثبتت عندنا واسطة هنا وأثبتت واسطة هنا، وهذه هي أرجح. لماذا؟ لأنها الأكثر رواية، ولأن هناك ضعيفان قد معلش هي واسطة. نحن ما ندري هنا صحابي، لكن نحن نريد أن نثبت أنها الصحابي، فهناك واسطة لا ندري من هي، هل هي صحابي، هل هي تابعي، هل هي ضعيف صحيح، لكن لم يوجد عندنا واسطة مبرزة إلا هذه الواسطة، فكانت يعني هناك واسطة وجود أنه لا بد من واسطة، ولا يوجد أولى من كعب. طيب لماذا؟ لأنه وافق الأعمش عليه راويان ضعيفان، يزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم. طيب الثالث شيخ كعب، احنا قلنا ان كعب عن ابن أبي ليلى عن كعب انه ماذا؟ انه جادة، يمكن ان يخطئ في الجادة، يمكن يعني نغض الطرف عن هذه الجادة، لان هذه الجادة وراها بلال، فهو يعلم ان ابن أبي ليلى يروي عن بلال، لكن ليس ابن أبي ليلى يروي عن بلال عن كعب عن بلال، ابن أبي ليلى عن بلال عن كعب عن بلال، يعني لا يوجد عنده بحيث أنه يخطئ. فبالتالي هذه الزيادة زيادة يعني ليس فيها ذلك الخطأ الواضح البين، ليس هناك جادة واضحة، لأن الرواية عن بلال وهو متثبت أنها من بلال، وكعب بن عجرة لا ندري يروي عن بلال أو لا، وليس له روايات عن بلال إلا هذه، ولذلك قال البزار فيما أذكر ولا نعلم روى كعب بن عجرة عن بلال غير هذا الحديث، لا يوجد حديث كعب عن بلال إلا هذا الحديث، فهذا صعب أنه يخطأ فيه، واضح؟ فشيء مرجح.